من جديد أرحب بكم سيدتي وسادتي مباشرة من ملعب بوبكر عمار هنا بحي بطانة بسلا. لم تنطلق الجولة الثانية بعد دخول لاعبين اتباعا لرقعة الملعب. الشوط الأول يمكن نقول إجمالا كان متكافئا، وإن كان نسبيا الفريق الجيش الملكي أكثر احتكار للكرة وافتتح مبكرا نسبيا كذلك حصة تهديف الدقة 21 بوسطة المدينة النغمي. إنما الرجاء بعد مجهودات كبيرة عدلت الكفة بهدف رائع لحمزة بورجوق لتنتهي الجولة الأولى بهدف داخل كل شبكة. الأجواء أصبحت باردة نسبيا من ناحية المناخية، ونذكر من المقابلة على المستوى التنظيمي يمكن نقول أكثر من رائع على اعتبار الحراسة الأمنية المشتدة في كل معابر المؤدية من دار البيضاء حتى مدينة سلا. المئات من رجال الأمن والقوات المساعدة يؤمنون كل معابر المؤدية لملعب بوبكر عمار في تنسيق رائع بينهم لتمر هذه المقابلة في أحسن الظروف، لأن هواجس أمنية كثيرة سبقت هذه المقابلة تفادي الأحداث شغب. ولكن نتمنى ونقول المرة المليون تكون هذه آخر مرة يعني تبدا صفحة جديدة ما بين الفريقين، لأن الرجاء فرق كبير وفرق الجيش الملكي فرق كبير وسمعتهما تسبقهما. فبذلك نتمنى عودة الدفء للبيتين الرياضيين لفريق الجيش الملكي ولفريق الرجاء البيضاوي. حتى الآن المنظمون ارتأوا بأن يعطوا لأنصار فرق الرجاء عددهم 1000 مناصر في المنصة المغطاة، منتصف المنصة المغطاة هنا في ملعب بوبكر عمار. في الوقت لأنصار فرق الجيش الملكي يتواجدون في المنصة المدرجات المكشوفة. كرة عسكرية، تبادل كروي، زكريا الهاشمي يمر جميلة، الحكم يقول العودة بحالة التسلل. كريم بن عريف العودة المدينة النغمي العودة من حالة التسلل. كرة زكريا الهاشمي، بأي سيناريو ستدور هذه الجولة الثانية؟ كيف سيقدم لاعب الفريقين الأفضل من حيث الأداء في الجولة الثانية؟ سنعاين الآن الشوط الثاني فيه أتكون فيه حركية وتكون فيه إثارة. مشعلبة معمر، مشعلبة معمر، الحكم يقول لسان خطأ. المدينة النغمي ينسلوا كالزئبق، مشاي مرة يعني تغطية جيدة لأول حاجة قريب منه هناك. يعني المهم في هذه المقابلة وأنه اللاعبين المجربين يمكن يعطوا الإضافة، يمكن يعطوا الإضافة للاعبين الصاعدين. هو الشيء اللي حصل ما بين محمد أول حاجة عميد الفريق ومصطفى بن المقدم اللي قدم مستويات مهمة منذ أن منح له روما يعني فرصة المشاركة ضمن الكبار. كرة للرجاء، مشار ثقة رأسية، مدينة النغمي الكونترول صحيح، الكونترول صحيح، مشى بلا البيات. الحكم يعطيه الامتياز، الحكم يعطيه الامتياز. وقلت الشوط الأول سهوا أكثر من مرة ما كان عزيم أنس، كنت أقول المدير باسل صواب مدير باسل ولا فرق الفتح. نتمنى بالمناسبة الشفاء العاجل والعودة السريعة لميادين كرة القدم. في الوقت اللي بام عمر في صراع مع اللاعب عزيم أنس في الوقت اللي يعني نرفز يمكن نقول بعض اللاعبين نرفزت بعض اللاعبين المباراة فيها، يعني يغردون خارج الصرب. احتكاكات تقع في كرة القدم هي احتكاك، يبقى احتكاك ماشي كرة القدم، كرة القدم هي احتكاك. لاحظوا الدوري الإنجليزي يمكن حكم يصفر 5-6 مرات الشوط، دليل أن الكرة متواصلة بواحد الإيقاع يمكن نقول حارق. والشيء مازال ما تعودناش عليه هنا، لكن تدريجيا اللي مرفوض الكرة وفي الرياضة عموما هي الخشونة. أما الاحتكاك هو وارد، الاحتكاك هو وارد ويمكن يوقع في أي لحظة على امتداد دقائق المقابلة. محاصرة ديال الحجي للاعب جبيرة، كرة في طريق المابيدي، مستخلصة من طرف العريف تمشي لعند الزكرومي، أشاكر العميد، تبادل كروي، أسلوب سلس، أسلوب سلس. والجيش الملكي يبحث عن فجوة داخل القلعة الخضراء، فيما يمكن هدف مباغت لها الطرف هناك يمكن يحسم نتيجة المقابلة. يعني الآن سنشاهد سيناريوهات متعددة، سنعاين معكم جميعا أيها المشاهدين الكرام ما سيحدث على امتداد دقائق هذه المقابلة، على اعتبار أنه الآن عيون الرجاء كما قلت ترصد تطارد الوداد. الوداد بعد بداية كنقول أكثر من رائعة تراجع عن نسبة أداء الفريق، وقال ذلك بالحرف مدربه الكبير لويزي طوشاك، قال بأنه يعني الوداد تعوز أشياء عديدة لتكون في القمة. ولكن المؤكد الآن بالرغم من هذا كنقول صريح مدرب الوداد طوشاك، إنما المؤكد هو أنه
الوداديه في الرتبه الاولى 30 نقطه، ولكن شدد عليه الخناق طرف الاقوياء يزحفون بصمت. قلت تزحف الرجاء، تزحف المغرب التطواني واولمبيك خريبكا وحسن اكادير، يزحفون بصمت، يزحفون بصمت. كره للرجاء مستخلص طرف زكرومي بالكعب شميله، مشى عند بن عريف تبادل كروي، انجو من طراز رفيع، واحد من طراز رفيع، خروج انتحاري. هنا دور ديال حارس مجرب، هنا دور حارس مجرب، يعني يلعب دور ديال حارس وليبيرو، حارس وليبيرو. كرة القدم العصرية صعبة كتهتم لهذا النوع من الحراس، يعني خدا الدور ديال ليبيرو، ولو كون ما خرجش كان يمكن يلحق بالكرة بلال، وكان يمكن يكون شيء آخر. على أيين، على أيين، كروني مرر، تمشي عند بلال بيات، حاصر من طرف المقدم، كرة في طريق المهدي النغمي، سريع، عنده إمكانات باش يتخلص من الخصم، غادي يشق طريقه أمامه أربعة لاعبين رجاويين، أربعة لاعبين رجاويين، كيف السبيل للمرور؟ كيف السبيل للمرور؟ وليد الصبار، وليد الصبار، محاصر بلاعبين، إمكانات مهمة، ما كاينش تسلل، ممتاز حارس، ممتاز حارس، علي كروني، ليس من الخطأ. خروج موفق، ويمكن نقول حتى الحافظي مشى بخطوات متثقله، يمكن نقول مشى بخطوات متثقله. زميلي نور الدين يرصد كل كبيره وصغيره، سنعاين مساحته. الحافظي خروج اكثر من رائع، عمر الزاويه، هنا حارس مجرب، هنا مشى الكره، مشى الكره بالفعل، مشى الكره، والاصطدام مع اللاعب حافظي، والحكم كان قريب من العمليه، وروح رياضيه كبيره ما بين الكروني واللاعب الى الحافظي. النتيجه المؤكده الان واحد واحد ما بين الفريقين، واحد واحد ما بين الفريقين في الوقت فريق الرجاء بروح رياضية كبيرة، يرجع الكرة للحارس علي كروني، الحارس الرسمي حاليا في الوقت اللي كبديل هناك حارس آخر مجرب، ما يمكن كمر من فترة الفراغ. الأمر كيتعلق بالحارس أنس زنيتي، واحد من يمكن نقولها بهذه العبارة من أفضل خمسة ديال الحراس في الدوري المغربي، ولكن هذا حال كرة القدم، كثير من اللاعبين حتى المستوى العالمي يمروا من مرحلة الفراغ، يمكن تطول يمكن تخسر، إنما هذا لا ينقص أبدا من قيمة زنيتي كحارس متمرس. والمتعة كرة القدم يكون عندك حراس من طراز رفيع، وعند حراس من طراز رفيع وش عند فريق الجيش الملكي الآن، كرة في طريق الحاج يمر لخالد العسكري، كثير من اللاعبين الرجاء مدوا العقود ديالهم مع الفريق، ولكن خالد العسكري مازال في مفاوضات ماراثونيه مع المسؤولين اللي يبقى لسنوات اخرى داخل القلعه الخضراء المقبله على عصبه الابطال الافريقي لكره القدم. كره عسكريه، بن عريف جميله، تابعنا كره مع محمد الشيخي، تمشي للوسط، مجهود كبير يبدا من طرف اللاعبين، مجهودات كبيره تبدا من طرف اللاعبين ليكونوا في الموعد. مشى بالمقدم، صراع كبير مع بلال بيات، صراع كبير مع بلال بيات، بيات محاصر ثلاثه اللاعبين رجاويين، مضروب عليه حراسه كبيره بلال بيات، هو الذي جاء الفريق العسكري منذ سنتين برقم مهم من فريق صنع اسمه هو فريق النادي القطري. كره للرجاء، القلعه الخضراء تبحث عن الانتعاشه، ولكن هناك الفريق عسكري عتيد، فريق الجيش الملكي صامت في هذه المقابله، رجع تدريجيا التوهج بعد فتره فراغ مرت يمكن نقول طويله الموسم الماضي وهذا الموسم، انما منذ التحاق المدرب خالد بودرا يمكن الحظ لم يوفق او لم يكن مع المدرب رشيد طوسي، انما المتواجد الان بفاس مع فريق المغرب الفاسي، انما خليل بودرا نذكر فقط هذا الجيل الجديد كان جناح من طراز الرفيع، كان جناح من طراز الرفيع، ترجع بي الذاكره للوراء، لعب مع التشكيله اللي اذهلت القاره الافريقيه في منتصف ثمانيه القرن الماضي، لما كان مدرب فاريا لعب مع الكبار، لعب في واحد السن صغيره خالد بودرا، و 17 18 سنه فريق الجيش الملكي كان كيعج من نجوم هناك، لعب في حمدي الفاطمي خيري هيدامو تيمومي حليم حمدي المرحوم البرازي حميد، جيل ترسانه من النجوم، انما خالد بودرا صنع اسمه داخل القلعه العسكريه كجناح سريع وكجناح ممتع وكهداف من طراز الرفيع. اليوم وقال ذلك في اكثر من تصريح، وقال كذلك فلما استضفناه في برنامج العالم الرياضي القناه الاولى، قال خالد بودرا بالحرف: انا مدين فارق جيش ملكي الذي صنع اسمي، قال جئت للفريق بدون قيد او شرط، ساحاول ان اعطي ولو نسمع، اعطاني فارق جيش ملكي الكلام لخالد بودرا.
ينم عن حس وذوق رفيع والاعتراف بالجميل وحتى الان موفق. نتمنى لكم التوفيق كما نتمنى لكل الاطر الوطنيه. كره عسكريه هذا محمد الشيخي نشاط في المقابله نشاط كيذكرني بالمعتز الظهير الايسر السابق لفريق الجيش الملكي، تشابه كبير على مستوى التقني والمورفولوجي. يذهب لاعبون وياتي اخرون والاسماء الفرق تبقى كما هي. بلالبيات كونترول صحيح تمشي عند بن عريب. شوف الاكستيريور شوف الاكستيريور شوف الاكستيريور يا للغرابه. شوف الاكستيريور المتعه ديال الكره هي الاكستيريور ديال بخارج القدم باش مرر بن عريف الكره البينيه الكونترول. ولكن تدخل انس عزيم انس عزيم قلت بعض مهارات الفرديه هي التي تثير او تبعث على الدهشه. هي كان ممكن تمريره رائعه رائعه بينيه بالاكستيريور تمشي فوقيه قليل خريف ينشدوا هاد اللمسات ميدان كره القدم. صح حنا كنفتقدوا الكره بكل صراحه اللاعبين المهاره اللي يعطيو ديك اللمسه اللي ما متوفرش عند اي لاعب. انا نادر جدا تشوف لاعبين الان كيلعبوا بالاكستيريور في الدوري المغربي ويمرر تمريره 20. شوف هنا كيف هنا في مرر تمريره من طراز الرفيع من طراز الرفيع انما مصطفى اليوسفي اخطا الوجهه اخطا الوجهه فيما مضى. كل داخل كل فريق جوج ثلاثه لاعبين يمكن يعطيك تمريره بالاكستيريور بين اختصاص. ذكرنا المرحوم يعني المرحوم بيتشو المرحوم بكار وحتى عزيز ديدي ثلاثه ديال الموهوبين في خط الوسط. بيتشو بكار لعبوا في الرجاء والوداد والمرحوم ديدي بقاو في النادي المكناسي. ثلاثه لاعبين من طراز رفيع على مستوى ديال الاكستيريور يعني كان كيفرجوا يعطيك 25 30 متر كره مليمتريه تثير الدهشه وتبعث الاعجاب. اين نحن من تلك الطينه من اللاعبين اصحاب المهارات العاليه اصحاب اصبحت ندره عمله نادره في ميدان كره القدم عمله نادره في ميدان كره القدم. انصار الرجاء يتغنون بفريقهم كما هو الشان بالنسبه لانصار فريق الجيش الملكي. المقابله تدور في جو رياضي اخوي بين اللاعبين والانصار حتى الان امام يعني المراقبه امنيه الصارمه. تذكر مئات رجال الامن والقوات المزايده يؤتتون هذه المقابله في الملعب وفي كل معابر المؤديه للملعب بوبكر عمار حتى ان انصار الرجاء جاءوا يعني المؤطرين من طرف 80 رجل امن من ولايه الكبرى ولايه الطرابلس الكبرى. فبذلك كل شيء يمر حتى الان في اجواء رياضيه صرفه. نتمنى تكون بدايه صفحه جديده نذكر من جديد تكون بدايه صفحه جديده ما بين الفريقين للتاخي والتازر وطي يعني اي خلاف كيف ما كان نوعه لانه في اخر مطاف تبقى الرياضه ومباراه في كره القدم. كره رجاويه برزقي مرر المدينة النغمي صاحب امكانيات مهمه صاحب امكانيات مهمه كونترا تحليبيات يمر لي بن عريف بن عريف يتخلص من الرقابه هناك عمل شد من الخلف عمل شد من هذا عنده امكانيات مهمه هو لاعب نحيف بدنيا ولكن مهاريا بلغه كره القدم عنده ما يقول عنده ما يقول عنده ما يعطي. مشى حجي مشى حمزه حجي يمرر احسن تقدير الحسابات حارس يقظ يمر بسرعه مشى عند الحافظي نشيط بطوله الموسم الحافظي نشيط بطوله الموسم. اذا كنت كنتقد بعض اللاعبين في بعض المناسبات هذا من باب الغيره عليهم ومن باب تحسين مردوديتهم. انا اؤمن بدور اعلامي انه يبني اكثر مما يهدم ودائما نحن مع الكفاءات مع الشباب ولكن بهدوء وباتزان بدون برجاء بدون مزامير. انه كثير من اللاعبين يعني توقفوهم في البدايه مشى 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 الطير الايسر مشى الطير الايسر محاوله مرور انما مستخلصه من طرف علي بن محمد. دور محوري للاعلام الرياضي الاعلام الرياضي عنده دور كبير في صناعه اللاعب يمكن يصنعوا يمكن كما انه يمكن يهدموا. هنا يمكن نشوف تدريج يمكن النقد بطبيعه الحال النقد يكون موضوعي ولكن لما يتعلق الامر بالتنويه فنحن ننوه. لذلك نحن مجاميع اللاعبين وجميع الاطر خدمه للرياضه الوطنيه ولكره القدم على وجه الخصوص. كره عسكريه كره عسكريه المهدي عبد الرحيم الشاكر يحاول التمرير الرجاء تلعب دفاع متقدم المحاوله يعني هناك ضغط هناك ضغط على اللاعبين من الناحيه النفسيه
وحتى الرجاء يمكن نقول كتلعب بواحد يعني صرامه دفاعيه، ولكن يمكن تناور ما بين فينا اخرى للوصول لمرمى الحارس علي كروني. كره الحكم يعطي الامتياز، يقول خطا اللاعب حمزه بورسوق. حمزه بورسوق يعني هو في نقاش مع المساعد الاول للحكم، ربما لعيب عيوب حمزه بورسوق هو مهاجم، امكانات مهمه، هو هداف وخلق ليكون هدافا، ما يمكن عيوبه انه يبارز بعض الاحيان في النرفزه، يعني يمكن كيفقد اعصابه ضرب لك اكثر مقابله تمنى يتخلص من هذه الافه يكون عنده شان اخر، يمكن عنده شان اخر. لما اقول هذا الكلام على حمزه على بورزوق فهو من باب الغيره ليس الا كره عسكريه، محاوله المرور مستخلصه من طرف يوسف اقناو. الحكم يقول ضربه مرمى، الحكم يقول ضربه مرمى. طبيعة الحال في الميركاتو كان بخيلا، الميركاتو الشتوي كان بخيلا ربما بحكم افتقار الفرق للسيوله الماليه، ولكن الطامه الكبرى افتقار السوق الوطني للاعبين من ما نقولش من طراز رفيع، على الاقل لاعبين يمكن يوفيوا بالغرض ويرفعوا من الوتيره التبري. اين هم؟ فراغ يمكن نقول شح كبير وفراغ مهول في سوق الانتقالات. هنا خص الفرق تخدم وتشتغل في الفئات الصغرى باش تصنع لنا نجوم ديال الغد صراحه. لكن بعض الفرق تفسح المجال على قلتها للطاقة الشابة من مدارسها الخاصة، كثير من الفرق تمشي ل سياسة جلب اللاعبين. لا تستغربوا بعض الفرق محاولة تمرير، فلا تستغربوا بعض الفرق قد تجلب في موسم واحد ما بين 11 حتى 15 لاعب، تصوروا معايا هذا الرقم وتغير مدرب جوج. هذه كرة أخرى علي با معمر، شال حافظي يتوصل، محاولة مرور حافظي مرار، أخطأ الوجه أمام بورزوق، كان بورزوق وكان يوسف عدنا جوج لاعبين. التمريرة الجميلة ديال الحافظي، إنما لاعب الرجاء لم يلحق بالكره بورزوق ويوسف اكناو وتضيع هذه الفرصه. هذا واحد من الكونترا، كونتر اتاك للرجاء. هنا التغيير، غادي يكون تغيير ربما كريستيان دارو او ايكو دارو النيجيري والذي ساكل ورقه البلاك اللي يمكن يعتمد عليها المدرب روماو، لاعب فارع الطول شاب واعد، عيون الرجاء اقتنصته ليكون هدافا وقناصا. سنعين ما سيحدث المؤكد سيكون صغير في الرجاء. من سيغادر على اين الجواب في مفكره المدرب روماو. روماو يتابع المقابله بهدوء. عبد الرحيم الشاكير عامل فرق شيش ملكي، تمشي للوسط جميله من طرف اليوسفي، يعرج على الجهه اليمنى، جميله. مشى حمزه حجي يمرر والحكم يقول وصيله. تدخل انتحاري للحارس خالد العسكري امام مصطفى اليوسفي. كل شيء وارد في المقابله، كونتر اتاك هناك وهجوم مضاد هناك، هذه واحده من امدادات الرجاء. الحكم يعطي ضربه خطا للاعب حمزه بورزو، يعني كره تضيع لبركشيش ملكي راسا لراس امام الحارس، ولكن يمكن نقول خروج انتحاري للحارس خالد العسكري. هنا الحكم يعطي ضربه خطا لفريق الرجاء. هذا اللاعب كريستيان سيدخل مكان من؟ سنعين من سيغادر قلعه الرجاء، من سيعين قطرة. والتركيز كبير للاعب كريستيان نيجيري. خروج يوسف القناو، يوسف القناوي اللاعب السابق ابن سلا، لاعب سابق للايسيس للجمعيه السلويه، يغادر اعطى تقريبا عين دقيقة. أخلاق عالية لهذا اللاعب، يمكن عين قهار يؤازر مدربه روماو. إن الآن غير يلعب برأسه حربة، هنا أنا ويا روماو، هنا نيل يمكن نقول الآن رأسه حربة في الرجاء. هنا عنده قامة طويلة اللاعب كريستيان إلى جانب بورزوق، هنا نوايا صريحه لروماو، يمكن يحلم بانتزاع ثلاث نقاط، هذا طموحه مشروع
وحلم مشروع، انما فريق الجيش الملكي عنده ادواته وعنده استراتيجيته في هذه المقابله اللي رسمها المدرب خليل بودرع ومع المخضرم والقيدو محمد حميدوش الذي يراقب بهدوء كبير في باك بودلة فريق الجيش الملكي، كل كبيره وصغيره، ضربه خطا وليد الصبار سديده قويه يقظه كبيره لفريق الجيش الملكي، الحكم قريب من العمليه يقول وصلوا المقابله، لامورتي جميله لجبيره اول لمسه ربما لكريستيان يتوصل محاصر بمادي عزيم، تغطيه جيده تغطيه انس عزيم يمرر كرة في طريق اليوسفي وكل شيء وارد في هذه المقابلة، فرصة 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 تمريرة مهدي النغمي اتجاه بلال بيات، انما هناك يقظة دفاعية يقظة دفاعية زاوية السادسة لفريق الجيش الملكي في هذه المقابلة، تأشي في الممر الأيسر من حيث تواجد حارس خالد العسكري، صدقوني المقابلة مفتوحة لجميع الاحتمالات، المقابلة مفتوحة لجميع الاحتمالات، بإمكان الجيش الملكي أن يفوز وبإمكان الرجاء أن تفوز وبإمكان المقابلة أن تنتهي بالتعادل، ولكن لا ثقة بكرة القدم زاوية لفريق الجيش الملكي، حمزة حجي ارتقاء الكبار كريستيان يبعد تطعن عبد الرحيم الشاكير، عبد الرحيم إمكانات بدنية كبيرة يحمي شارة عميد فريق الجيش الملكي، يراوغ ثلاثة لاعبين، إنما المهمة صعبة، المهمة كانت صعبة من المؤكد عبد الرحيم الشاكير ابن الدار البيضاء إضافة كبيرة لفريق الجيش الملكي، لاعب هني عراقي، لاعب إمكانات بدنية مهمة ودليل إعطاء شارة العميد، إعطاء شارة العميد، كرة عسكرية محاولة الصعود مدينة النغمي نشيط في المقابلة، يمرر تمشي للوسط يوسفي من جديد يغير الوجهة تمشي عند مهدي قرناط، قرناط عند حمزة حجي، حمزة والحكم يعطي امتياز في 550 الامتياز لحارس المرمى، واش اللي حصل الآن من طرف حكم المقابلة ليعقوبي، الجميل في الدوري المغربي كرة القدم هي الحرارة ديال المدرجات، حرارة المدرجات وهذه الصناعة ديال الفرجة من طرف ليزوترات والتيفوات التي تؤدي الفضاء، ماشي في الملعب في كل المقابلات تقريبا، في كل المقابلات أمن كبير، تسود الروح الرياضة ما بين كل مناصرين للفرق المغربية في كل ربع الوطن، لإعطاء واحد الصورة مشعة، واحد الصورة حضارية، واحد الصورة نبيلة للعرف الرياضي، لأن الرياضة قبل أن تكون أرقام هي أخلاق وهي سمو بالنفس، فيما فريق الجيش الملكي يبحث عن يعني فرض أسلوبه أمام فريق منسجم، أمام فريق يقظ، أمام فريق يمكن نقول استجمع قواه هو فريق الرجاء بعد فترة فراغ لم تدم طويلا، كرة عسكرية شوف نغمي شنو كيعمل، يروض بل يخلق متاعب بالجملة لدفاع فريق الرجاء البيضاوي، محاولة لليوسفي محاصر ثلاثة لاعبين، عودة سريعة للاعب الرجاء للانكماش في منتصف ملعبهم أمام مرمى الحارس خليل العسكري، يعني تصلكم أصدقاء الأنصار مناصر الجيش الملكي ومناصر فريقي الرجاء، المقابلة تدور ملعب بوكر عمار أمام 7000 متابعة، هذا هو الرقم الذي حدده منظم هذه المقابلة وهي الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب، الملعب فرصة 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 رصية عزيم أنس ارتقى فوق الجميع، ارتقى فوق الجميع حتى الحارس، لاحظوا انا شنو شوف موتلات من طراز رفيع، موتلات من طراز رفيع، ارتقى 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 فوق الجميع، سماتش يمكن نقول سماتش سماتش بالراس، هذا كيوقع في الكره الطائره ولكن قام بها بالراس، حتى الحارس خالد العسكري بعينين مشدوهتين تابعه والكره تمر بمحاذاه القائم الايسر لمرمى، 0-1 في هذه المقابله، التكافؤ في كل شيء واحتمالات عديده، انما على المستوى البدني والتكتيكي المقابله صارمه، كريستيان كونتر صحيح، الحكم يقول خطا، الحكم يقول خطا، عيون الرجويين منذ سنوات عديده لما ترصد بعض لاعبي الافارقه ترصد ذوي المهارات العاليه، يعني هنا عيون الرجويه لا تخطئ ابدا، والدليل اللاعبين الذين استخدمهم فريق الرجاء اعطوا الاضافه، يمكن نقول مابيدي ونضيف كوكو الغائب على هذه المقابله، وحتى اللاعب كريستيان لاعبون يمكن نقول من عيار ثقيل، من عيار ثقيل، يعني الان بعض الفرق المغربيه يمكن بدات تفصل السقف ديال 4.5 5 ديال المليار
حتى الوقت قريب هذه 11 سنوات افضل نادي مغربي كان كيمر من مليار مليار و200 مليون سنتيم. اليوم فرق كثيره وقفات على عتبه 5 مليار، ويمكن نجدوا الرجاء والوداد وجيش ملكي في مستقبل السنوات يمشيو السقف ديال 9 10 12 مليار. الكره القدم تتطور، ولما تكبر الطموحات تكبر المصاريف، ولما تكبر المصاريف يعني يتم رصد الاهداف. بطبيعه الحال فرق كبيره في الدوري المغربي يعني تعطي الفرجه وتعطي الجماليه الدوري وتمثل كره القدم المغربيه في المحافل الدوليه، خصوصا عصبه ابطال افريقيا كره القدم. الرجاء والوداد والجيش الملكي ثلاثه الفرق يعني بمرجعيه كبيره على مستوى عصبه الابطال، وان كان فرق الجيش الملكي هو اول فرق مغربي فاز بلقب عصبه الابطال الافريقيه في النسخه القديمه 1985. انما اول فرق مغربي شارك في كاس افريقيا الفرق البطل هو فرق النادي القنيطري، وكان ذلك منذ 32 سنه خلت 1983 مشى الدور ديال ربع النهائي وتقصى يعني بصعوبه بالغه. يعني بعد ذلك تولت الرياده المغربيه بعد فرق الجيش الملكي، جا فرق الرجاء في الثمانينيات، بعد ذلك الوداد مع في بداية التسعينيات، ومن بعد كيجي الجيل الاسطوري لفريق الرجاء الذي اتعى الاخضر واليابس، وهو الفريق المغربي الوحيد اللي فاز 6 ديال المرات متتاليه بالدوري الوطني لكره القدم، روكور روكور لما سبق الى اي فريق مغربي من قبل. هذه الفرق كبيره نتائجها تتحدث عنها والتاريخ يحكي عنها والانصار بالالاف كيفما كانت النتائج. الفرق كبيره قد تمرض انما لا تموت ابدا، انما لا تموت ابدا. ولما استيقظت الوداد هذا الموسم يعني يمكن نقول خلخلت الجهه الاخرى حيث يتواجد فريق الرجاء الغريم التقليدي. البطوله بين الرجاء والوداد والجيش الملكي في القمه يمكن يكون فيها كأن بها ولي ما بدون بعض التوابل تفقد الذوق الرفيع. الان عوده الوداد للواجهه، عوده الجيش الملكي تدريجيا للواجهه، والرجاء عادت من كوكب اخر لتعطي يعني الاضافه لدوري مغربي اخر يتوسل حيت الفرق الطامحه للقب. نضيف من الوداد والرجاء والجيش الملكي نضيف المغرب التطواني صبح رقم مهم في معدل الكره القدم المغربيه، نضيف الفتح اللي صبح مهيكل على درجه عاليه من الهيكله وفريق طموحات كبيره. نتمنى يرجع له الجمهور ديال العاصمه خصوصا مع عقيده التاريخيه بحيث تقدم اليوسفيه والكزا وباب الحد، لان الفتح صراحه يقدم كره من طراز الرفيع، انما سنده الكبير اللي هو الجمهور يغيب امام صغار بجانب. نذكر فرق اخرى التي كبرت طموحاتها من ضمنها اولمبيك خريبكا، حزينه اكادير، ديفال حسين الجديدي، فبذلك توسعت قاعده الفرق التي تحلم باللقب وهو طموح مشروع لاي فرق. كره عسكريه، دفاع متقدم لفرق الرجاء، الرجاء تلعب بدفاع متقدم، تلعب بدفاع متقدم، ونبيل الولجي ابن مكناس اللاعب السابق لفريق الكوتيم والوداد في حركه هو ظهير ايسر. يمكن هذه استراتيجيه المدرب خالد بودراع في مفكرته تتراقص عشرات المعطيات الله يكون في العون. هذه العباره ضغط رهيب تكون على اللاعبين، ولكن الضغط الاكبر هو على المدرب، لان المدرب دائما عنده المحفظه ديالو بين يديه، النتائج التي قد تبقي او تغيبه على الفريق. قرناص يمكننا يلزموا بعض الوقت للاستئناس، هو لاعب امكانات مهمه يلقى المسانده في هذا الاثناء طرف مدربه خليل بودراء. يعني 24 سنه هذا اللاعب امكانه ان يعني يكون افضل في مستوى، يلزموا بعض الوقت باش يستانس مع الاجواء ديال يمكن نقول انه محظوظ، نحس حظه انه يعانق فريق بمرجعيه كبيره وامكانات كبيره في قيمه فريق الجيش الملكي. قرناص بالتاكيد 24 سنه عنده مستقبل كبير امامه ليكون في الموعد مع فريق الجيش الملكي، ولما لا يعطي الاضافه ويكون لاعب دولي باستحقاق داخل الفريق الوطني. الوقت يسحبه بسرعه، نصل الدقه 34 11 دقيقه بالتمام والكمال، تفصل هذه النزيله الكره المقابله بطبيعه الحال لو جرت المقابله في ملعب يتسع الى 10,000 من الانصار والمناصرين لكان مملوءا اخره. انما المؤكد الان المدرجات مشتعله وحتى ارضيه الملعب مشتعله، وان كان المقابله ماشي من طراز عالي انما فيها نديه، فيها حركيه، فيها حماس، فيها اندفاع، وفيها روح رياضه كبيره. هذا هو الان فيها روح رياضه كبيره. نتمنى تسود بعد صفر النهايه وتسود ويرجع الجمهور الرجاوي بمشيئه الله، يرجع يعني بهدوء المدينه الدار البيضاء وبنظام وانتظام باش يعطي واحد الصوره جميله لكره القدم. نحن ننبذ العنف وننبذ الشغب وننبذ تكسير الممتلكات العموميه او ممتلكات الاشخاص، ذلك يعني لانها تبقى في اخر مطاف الرياضه، وبالتالي يعني املنا كبير
أن نشاهد مقابلات بروح رياضية عالية كيفما كانت النتيجة النهائية. ذكروا من يبعد كرة في طريقة الدفاع، هذا محمد بولحاج، بولحاج يتدخل هناك أمامه بالمقدم، ارتباك الحكام يقول لمسة يد، فيما هناك تغيير الآن. جوان إسن ابن الوداد سابقا عند إمكانة مهمة، ولكن يدخل مكان بورزوق، يدخل مكان بورزوق. جوان إسن 21 سنة عنده واحد على المستوى المورفولوجي، السن عنده شابو كبير مع اللاعب ونجم اللاعب الحالي وعميد فريق نجم فريق شباب اطلس حنيفرة، الذي وقع عقدا مبدئيا لمده 5 سنوات قادمه مع فريق الوداد البيضاء. يعني نديه كبيره، نديه كبيره، وباي سيناريو يا ترى ستنتهي هذه الجوله وهذه المقابله؟ الاجواء بارده نسبيا هنا في ملعب بوكر عمار، والانصار يتغنون بالتاريخ الرياضي للفريقين وبالاسماء البارزه التي مرت عبر التاريخ، و يعني الاساطير التي اتت الفرجه داخل كلا الفريقين. اذا نقترب من نهايه المقابله تقريبا على اكثر تقدير 10 دقائق على نهايه المقابله، 1-1 تكافؤ في كل شيء هنا بسلا. الجيش الملك كان سبق تجيب وسط مهدي النغمي دقة 21 قبل ان يعدل حمزه بورزوق النتيجه، الذي غادر الملعب منذ حين ترك المجال لجوان إسن. فرصه للفريق الجيش الملكي، خروج موفق بلكمه مركزه يبعد خطوره جميله، ولكن مباشره عند ضربه مرمى، مباشره عند ضربه المرمى نذكر بانه بطبيعه الحال المنتخب الوطني للمحليين يعني الذي يشرف عليه القيدوم مدرب المغاربه والمدرب المغربي الاكثر تتويج محمد فقير، انهى تجمعا لمده ايام بالحوزيه بضواحي جديده ترقب الاستحقاقات القادمه للكاس القاريه القادمه الخاصه بالمحليين. والمنتخب الوطني بطبيعه الحال سينازل برمجه المدرب محمد فخير، برمجه عيون ترصد المتعلقين في الدوري الوطني، برمجه محمد فخير العديد من اللقاءات. الاول لقاء رسمي سيكون امام بوركينا فاسو في 31 شهر مارس القادم بالضرب بضع مركب الرياضي محمد الخامس، فيما هناك لم يحسن بعد في مصير اللقاء الودي الثاني ما بين المنتخب الوطني المحليين اما مع الكونغو برازافيل او مع مالي، فبذلك يعني هناك يعني محاولة ترتيب البيت الفريق الوطني الخاص بالمحليين ليكون كفريق بديل او كخزان لمنتخب الكبار، منتخب الكبار الذي يقوله المدرب بدو الزكي. بدو الزكي قريبا في غضون الايام القادمة سيعرج العديد من الاخطار الاوروبية للالتقاء مع بعض الاهالي والجواهر المغربية التي تنشط في مختلف الدوريات الاوروبية خصوصا في فرنسا وهولندا وانجلترا. الحكم يقول هناك تسلل، الحكم يقول تسلل للاعب عبد الإله الحفيظ، الحكم يقول تسلل بتأكيد سنشاهد إعادة، سنشاهد إعادة لما تدعو الضرورة لذلك. آخر فترة المقابل بالكأس جميلة، تمشي عند النغمي غير الوجهة، تمشي عند عبد الرحمن الشاكر، حمزة حشية يتوصل، محاولة المرور عبر الأطراف، سرعات كبيرة ما بين اللاعبين، الحكم يعطيه الامتياز بعد الفريق الرجاء، الامتياز بعد الفريق الرجاء، أنه كان ممكن زميلي نور الدين بن معود إعادة المشهد الذي أعطى الهدف المرفوض لعبد الإله الحفيظي، لأنه فيما هناك تغيير توفيق إجروطن لاعب سابق للوداد والنادي القنيطري لاعب مهاجم، يمكن يكون واحدة من الأوراق التي سيراهن عليها المدرب خليل بودرة على أي الحكم لم يؤشر له بعد الدخول فهذا ما تبقى من عمر هذه المقابلة. ارتقاء كرة في طريق اليوسفي، محاصرة من طرف جبيرة، جبيرة يرى غرب عاد اللاعبين يتوغل في الوسط يبحث على منفذ، جميلة 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 طبعا كريستيان، الحكم يقول تسلل، الحكم يقول تسلل للاعب كريستيان الذي دخل منذ حين مكان لاعب يوسف أقناو، فيما سيكون هناك تغيير خروج مهدي النغمي، خروج مهاجم ودخول مهاجم، يعني لاعب بلاعب، هنا غيبقي المدرب على نفس الاستراتيجيه التكتيكيه التي بدا بها المقابله، لاعب مكان لاعب، مهاجم مكان مهاجم، خروج مهدي النغمي مسجل الهدف الوحيد لفريق الجيش الملكي في الدقه 21، واحد من اللاعبين المهمين فيما توفيق اجروطن يلقى الدعم والمسانده من طرف مدربه خليل بودرة قبل ان يعرج
ليدخل لتتمة ما تبقى من عمر هذه المقابلة. واحد 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 هي النتيجة المسجلة حتى الآن على بعد تقريبا 7-8 دقائق من نهاية المقابلة. وبطبيعة الحال هناك الزكرومي اللاعب السابق لفريق الرشاد برنوسي والفتح والمغرب الفاتح يحصل على فريق الرشاد. الرشاد يمكن نقول بهذه العبارة مشل ديال كثير من نجوم ديال فريق وطني، كثير من نجوم الاحتراف انجلترا وفرنسا انطلق من الرشاد برنوسي. طال القرقوري الصفري مباركي نجوم كثر مروا من الرشاد برنوسي، الفريق الذي يمكن نقول الآن يحاول العودة للواجهة، يحاول العودة للواجهة. إنما هو داخل حي الرشاد يتواجد في حي يعتبر خزانا للاعبين، خزان للاعبين وممول رئيسي نقدر نقول 50-60 للفرق الوطنية. هذا هو الرشاد برنوسي، وبالتالي الارتقاء الكرة في طريقها للوسط تمشي لعند جبيرة. الرجاء الآن تحاول تنوي من المقابلة، جبيرة محاولة المرور أمام جروتن يبرع العبية لحافظي، حافظي ضربة خطأ واضحة، ضربة خطأ واضحة. يقول الحكم، الحكم يعقوب يمكن نقول كان موفق في إدارته للمقابلة، كان موفق في إدارته للمقابلة. كثير من الحكام طبيعة الحال تم توقيفهم لسبب أو لآخر. الآن يمكن نقول بعض العبارات، الظروف المادية للحكام أصبحت مريحة، أصبحت مريحة تحفظ كرامة الرجل اللي هو الحكام. يمشي بواحد مبلغ محترم، عنده مبلغ ديال المبيت، مبلغ ديال التنقل، ذلك في أفق تحسين الوضع أفضل في السنوات القادمة لما تكبر العائدة المالية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يمكن تحصل ظروف أفضل تدريجيا، يعني الأمور أفضل بكثير مما كان عليه الأمر سابقا. فبالتالي هناك الآن واحد الموجة جديدة من حكام الشباب ليلزمهم التشجيع والمساندة والدعم، وحنا كإعلام رياضي من أول المشجعين والمساندين للحكام الشباب باش يكون خالة، باش يكون أنا رولاف أنا جيل بأكمله. يمكن مشى يعني واحد الكزاز روي فرصه 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 قويه من علي بام عمرنا ما بعيده الكزاز، يعني واحد مجموعه من الحكام الرويسي العرجون جا جيل اخر توفق طريقه، توفق طريقه من واحد الجيل اخر طريقه من الاعتزال. نشهد اعاده ديال التسلل من زاويه اخرى، لاحظوا التواضع ديال حافظي من الصعب جدا على اعتبار انه الزاويه لم تكن واضحه بأبي فرنسي، على اعتبار انه الوضعيه لونغ ما كانش واضح، الزاويه ما كانش واضحه 100%. لما القرار كان ديال الحكم انه اشر على ان هناك تسلل، قلت هناك بعض الحكام سيغادرون الميادين بحكم استيفاء من الوقت العمر الافتراضي اللي هو 45 سنه من ضمنهم بوليفا. فبذلك هناك خلاف، وحسنا فعلت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم للاستعانه بالخبير الاتحاد الدولي لكره القدم الحكم الدولي السابق يحيى حدقه. اعرف الرجل جيدا، كان حكما صارما حتى مع نفسه. يحيى حدقه كان من اجود الحكام الذين مروا ليس فقط على مستوى الوطن بل على المستوى العربي والاخر. حكم مجهود له بالكفاءه، والدليل الان يؤطر عشرات المناظرات والدوره التكوينيه من قبل الاتحاد الدولي الفيفا بتنسيق مع الاتحاد الافريقي لكره القدم. حقا اظن الرجل المناسب في المكان المناسب، ومؤشرات عديده تقول المقابله تشق طريق التعادل الى ما انتهت متعادله ستكون منصفه للفريقين. انما لا ثقه في كره القدم، تدخل دفاع فريق جيش ملكي، كره في رقل محمد ملحاد عميد الفريق يمر جبيره، جبيره للحافظي ولكن تغطية حمزة حشي، هذا وليد الصبار يمر للحافظ حتى فريق الرجاء. خروج موفق للحارس علي كروني، خروج موفق للحارس علي كروني. الكرة في طريقها للجيش الملكي، بطبيعة الحال انتعش مؤخرا مستوى الأداء فريق الجيش الملكي بعد فترة فراغ يمكن نقول دامت طويلا. هذا مابيدي حاضر ثلاثة لاعبين، كرة ترقى جوال إيسن، إيسن مابيدي، ولكن عبد الرحيم الشاكر في المكان المناسب، تمشي لعند بن عريف كريم، يغير الوجه كليا
التوفيق يجري الوطن يتوصل. يمر حمزه حجي، حمزه نشيط في هذه المقابله، ونذكر بانه من افضل الاظهره في الدوري الوطني لكره القدم حمزه حجي. يعني كثير من تمريراته الجانبيه كانت حاسمه بالنسبه للزملاء، لاعطاء الاضافه التمريره الحاسمه اللي كانت تعطي الهدف، والشيء اللي فعله حمزه حجي في اكثر من مقابله مع فريق جيش ملكي. يجري الوطن بالكعب غير تمشي من جديد وحول المرور، انما لم تصل لاجروطن، لم تصل لاجروطن. اجروطن ابن الوداد عرج على النادي القنيطري، واليوم يعود لفريق الجيش الملكي. دخلوا المدرب خالد بودرع في 10 دقائق الاخيره او 15 دقيقه الاخيره، اعطى الاضافه، كره في طريق الحمزه، تمريره هناك الحاج، كره لم تبارح بعد رقعه الملعب، وتماسي في هذا الفريق الجيش الملكي، تماسي في هذا الفريق الجيش الملكي. يعني يمكن نقول الان بالرغم انه نجمت اشعه الشمس ساطعه نسبيا، انما الجو بارد نسبيا هنا في سلا، فيما خاب حمزه على واحد من لاعبين الشباب. هنا دور مدرب، دور مدرب تدريجيا الشيء قام به روما مع جوج ديال اللاعبين، مع الوالد الصبار، مع بن مقدم مصطفى، ونضيف تجاه الاسم تقوم به الان المدرب خليل بودرع، تدخل لاعب واعد شاب، لاعب خابة حمزة، لاعب الأمل في صفوف فريق الجيش الملكي. هنا دور مدرب، كثير من الفرق عندها مدرب ديال الكبار ما كيشوفش كاع في الفئات الصغرى، الفئات الصغرى من الأمل تحت يمكن ما يوصلش عندهم ولو مرة الملعب، هذا خطأ فادح. يلزم تنسق ما بين مدرب الكبار وباقي الفئات العمرية، على الأقل مع منتخب مع فريق الأمل والفريق الرديف، اللي باش يعرف كل كبيرة باش يعرف كل كبيرة وصغير. هذا موسى باكايوكو، موسى باكايوكو والاخر واحد وافد جديد وشاب، يدخل المدرب روما في الوقت المتبقي من عمر هذه المقابله، في الوقت اللي التغيير وقع الان، دخول خابة حمزه مكان لاعب البيات في الخط الامامي لفريق الجيش الملكي، فيما خروج فيفيا مابيدي رئه الرجاء وكمبيوتر الرجاء واعد هذا اللاعب 24 سنه هادئ، عطاءات جميله، واحد من افضل الاجانب محترفين في الدوري الوطني لكره القدم. لو كان مع هيلاري كوكو كان يكون شيء اخر، انا كوكو هو الاخر، محرات الرجاء، لاعب عطى تقريبا في انفضاج 4 سنوات شيء الكثير وبسخاء لفريق الرجاء. كره رجاويه صعبه، كل لاعبي فريق الجيش الملكي امام مرمى الحارس، علي كروني، زكريا الهاشمي، ايسن، ايسن ينفذ بعيدة بعيدة بعيدة، كل بعد على كل اللاعبين، وضربة مرمى لبعد الفريق الجيش الملكي. آخر توان هذه المقابلة، آخر توان هذه المقابلة، مقابلة عموما تقنيا تأرجحت بين المتوسط ولا بأس به، ولكن تكتيكيا كانت صارمة، بدنيا كانت على درجة عالية من الندية بتقنية البلوتوث. الحكم يناقش مع الحكم، الحكم الرابع وحكمين مساعدين وحكم الساحة، يعني تقنية البلوتوث سهلت أشياء عديدة، سهلت أشياء عديدة. وليد الصبار ينطلق، وليد الصبار ينطلق، كرة صعبة تدخل عميد عبد الرحيم الشاكي. قلت تقنية البلوتوث وفرت أشياء عديدة، برمشة عين بإمكان اتخاذ القرار، برمشة عين بإمكان اتخاذ القرار، حتى الرداد المتلاشي يعني قدموا واحد الخدمة كبيرة الحكام، الاعتبار كانت 9 أمتار و15 سنتيمتر ما بين أخذ ورد، الحكم الصادر يضيف اللاعب الصد واحد متر و30 أو 40 سنتيمتر، هذه أشياء أصبحت متجاوزة، يتم رسم واحد الخط، فأي لاعب تجاوز غيكون مصيره الإنذار، والشيء يجعل اللاعبين بهذه العبارة يتردعوا ويرجعوا للوراء نسبيا، ويخليوا الحكم لما يقرر ضربة خطأ ويرسم الخط أمامهم ينفذوا التعليمات بالحرف، والشيء اللي الآن هذه من الأشياء التي تساعد في تطور كرة القدم بشكل مذهل. قنطرة صغيرة جميلة، قنطرة صغيرة جميلة من طرف كريم بن عريف، بن عريف إمكانات مهمة، قلت بأنه بدنيا ونسبيا ليس بقوي بدنيا، ولكن تقنيا عنده ما يقول بلغة كرة القدم، يمكن يتخلص من الرقابة بشكل سلس، يمرر بالاكستيريو بالانتيريور، عنده أشياء مهمة كيختزلها، يمكن يعطي أفضل في مستقبل الدورات، لأن كثير من اللاعبين في صف فريق جيش ملكي لاعبون شباب يلزمهم بعض الوقت الاستئناس مع المنافسة الكبار، خصوصا أنهم يحملون قميص فريق مرجعية تاريخية، فريق عنده مكانة خاصة عند الجمهور المغربي في قيمة فريق الجيش الملكي. لكم مقابلة
المكافاه ما بين الكبار الجيش الملكي والرجاء البيضاوي هنا بالربا بسلا بملعب بوبكر عمار. باكايوكو يمرر خروج علي القروني موفق في كل خرجاته، الحارسان موفقان في هذه المقابله، لعبوا دور الليبيرو في اكثر من مناسبه. خالد العروبي او خالد العسكري عفوا زوج العروبي وحارس فرق الدفاع الحسني الجديدي خالد العسكري الذي الان يبحث فرق الرجاء بكل السبل ليمدد اقامته بالقلعه الخضراء، هل يواصل ام لا نهايه الموسم التي ستجيب عن التساؤل. وعلي القروني انقض على مكانته بعدما لازم دكت البدلاء لمدة طويلة حيث يمر الحارس أنس نيتي بفترة فراغ. وليد الصباري مرر مشعب إلى الحافظي محاصر بحمزة حجي محاولة تمرير ولكن هناك نخلة دفاع فريق الجيش الملكي الذي يراقب كل كبيرة وصغيرة. عاصم أنس صعود عسكري هذا اللاعب توفيق إشروطن الكرة في طريق المحاولة المرور وصراعات كبيرة. هذا اللاعب خبا الشاب الذي دخل منذ حين ضائع عن طرف كريم بن عريف مستخلصا طرح إلى حفيظي محاولة صعود كريستيان قوي لكن أغلقت عليه الزاوية من طرف أنس أنس عزيم اللي كتذكرني بالبداية الأولى ديال حسينة المدافع القوي في ثمانية القرن الماضي لصوب فريق الجيش الملكي، يعني لاعب أقوياء مروا من دفاع فريق الجيش الملكي فيما مضى. أتذكر حمدي أتذكر الدوري السابق كذلك عبد الله باخا اللي كان ضمن الفريق الوطني لكأس العالم 1970 جاب مرحوم علال كرة في طريق الرجاء. هذا اللاعب جوال إيستن تدخل من جديد لأناس مستخلصا من طرف وليد الصبار زينو بالدو ماتش يمكن نقول كرة المقابلة من 30 متر كاد وليد الصبار أن يباغت الحارس. هنا لاحظوا يسرى قوية مضى في منقص مشى الحارس فقط الحارس وراقب بالرغم من المتابعة تقريبا 30 سنتيمتر جانب تسديدة وليد الصبار مرمى الحارس علي القروني الحكم ضاف ثلاث دقائق هو الوقت المتبقي من عمر هذه المقابله كوكت بديل صراع تدخل سكرومي ليمن محاوله تمرير صعب عليه المهمه مشى في ممر ايسر مشى نبيل ولجي ما شاف يمرر انما الحارس يقيد بسرعه يمر لي بالمقدم يمكن نقول تدريجيا اخذ يجد لنفسه موطئ قدمين داخل القلعه الخضراء. زكريا الهاشمي تغييرات بالجمله اقدم عليها المدربين خليل بودرا الذي يساعده قريب منه المدرب حمادي حميدوش انه كيتوفر على رخصه الف انما ريتما يتوصل في غضون الشهور القادمه بودراء يعني ويصبح عنده الرخصه الف انما المؤكد ان بودراء عطاه واحد الانتعاشه وعطاه واحد الرجه لما خدا الاداره التقنيه لفريق الجيش الملكي فرق كره القدم. الان هو في تجانس كبير مع المخضرم حمادي حميدوش واحد من المدربين اللي اثروا الفرق الوطني ولعبوا مع فرق كثيره ودربوا فرق كثيره. ارتقاء الحكم اليعقوبي يمكن نقول الان حتى الان كان موفقا في اداره هذا اللقاء الذي سبقته هاله اعلاميه كبيره وهواجس كبيره انما حتى الان بمشيئة الله الأمور تمر في ظروف رائعة وسط هذه الأجواء الحماسية لأنصار الفريقين وسط الحراسة المشددة للمئات من رجال الأمن والقوات المساعدة الذين يأمنون الملعب والمعابر المؤدية للملعب وطرق السيار والمحطة الطرقية ومحطة القطار لتمر هذه المقابلة خارج إطار الشغب ننبذ الشغب وننبذ تخريب الملاعب الرياضية لأن ننشد التحلي بالروح الرياضية في هذه المقابلة في كل المقابلات في كل ربع الوطن لان الرياضه تبقى تعارف وتآزر وتآخي ما بين الفرق وتبقى ارقام قد نفوز كما قد نتعادل كما قد ننهزم. ارتقاء الكبار الكره في طريق الكرومي مباشره الحارس علي القروني دلائل كثيره تقول المقابله تشق طريق التعادل ما بين الفريقين يعني انما المقابله انتهت. علي بن عمار الحكم يقول ضربه خطا او تسلل لفائده الفريق الرجاء. الحكم يعقوبي من عصبه الشرق يدير هذه المقابلة بهدوء وباقتدار ولا يتدخل إلا نادرا. هنا الحكم ما بيفرق حكم وحكم
يعني وترك حتى حديث مع اللاعبين في هدوء في اريحيه في انسيابيه، ما كاينش تعصب ما كاينش. بعض اللاعبين الحكام صراحه يتعاملون بعض اللاعبين بفضاضه، شيء الذي يثير الحافظه ويشحن الاجواء، وشيء ما حصلش في هذه المقابله. السمات رجويه وطموح كبير لفريق جيش الملكي للعوده في النتيجه، انما النديه كبيره في هذه المقابله، النديه كبيره في هذه المقابله، والصراع بدني رهيب ما بين اللاعبين في هذه المقابله على امتداد دقائق 90 و 96 دقيقه كوقت بديل، ثلاثه في الجوله الاولى وثلاثه في الجوله الثانيه، 96 دقيقه هو عمر هذه المقابله. كره رجاويه ربما اخر نزول هجومي للرجاء الحافظ، يحافظ على كرته وماذا سيفعل؟ محاول التمرير، انما الحارس يتدخل. وقبل ذلك صفر الحكم اليعقوبي على نهايه المقابله. يمكن نقول تعادل منصف للطرفين، تعادل منصف للطرفين باعتبار المجهود الذي بذل من طرف اللاعبين سواء الرسميين او البدلاء. وواحد واحد اظن نتيجه منصفه وروح رياضيه كبيره ما بين اللاعبين والعلامه يمكن نقول كامله للحكم مقابل اليعقوبي. نشكر كل من ساهم في انجاح هذه المقابله من بعيدين او من قريبين، ونتمنى يوصل الجمهور الرجاوي بمشيئه الله بهدوء كبير لمدينه الدربيضة. قرابه 1000 مناصر ازروا فريق الرجاء في هذه المقابله. تحيه رجال الامن والقوات المساعده الذين امنوا النقل، امنوا هذه المقابله هنا في هذا الملعب وفي كل معابر مؤدي الملعب بوفكار عمار. انقل لكم تحيه زملائي التقنيين الذين امنوا النقل المباشر هذه المقابله. كان معكم على امتداد دقائقها عبد الحق شرط من قسم الرياضه بقناه اولى. القاكم في مناسبه قادمه بحول الله، الى اللقاء.